السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في إطار الأنشطة التي ينظمها نادي القراءة بالموازاة مع مسابقة أو الدورة الأولى من مسابقة أدب الطفل. يعني نستضيف اليوم الأستاذ سامي عبد المنعم عن دار النشر بالدار البيضاء المانيفست. مرحبا بك سامي عبد المنعم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شكرا بك. لك سي عبد الغفور، وشكرا للمشرفين على مسابقة أدب الطفل وأعضاء نادي القراءة بتطوان. شكرا لك كذلك على قبول الدعوة. كما تعلمون متابعي نادي القراءة بالمركز الثقافي بتطوان التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أننا ننظم الدورة الأولى من مسابقة أدب الطفل تحت شعار أبدع للطفولة. هذه الدورة تحمل اسم الأديب المغربي العربي بن مجلون، ننظمها بشراكة مع دار النشر الروماني في الدار البيضاء. أخبركم بأن المسابقة انطلقت في الثاني من أكتوبر من الشهر الماضي، مستمرة إن شاء الله إلى غاية 30 من هذا الشهر نوفمبر. الشروط ستجدونها مرفقة بالفيديو. اليوم نلتقي للحديث عن موضوع مهم جدا وهو الثقافة الإلكترونية، لكن قبل ذلك دعونا نتعرف عن من هي دار النشر لومانيفست. سيد عبد المنعم، هل يمكنك أن تحدثنا عن البدايات الأولى لدار النشر أو متى تأسست؟ شكرا سي عبد الغفور، تنجدد الشكر ديالي لكم والأعضاء ديال نادي القراءة، وكنتمنوا بأن مسابقة أدب الطفل الأولى في الدورة ديالها الأولى تلقى نجاح كبير، وفي الحقيقة الاختيار ديال أدب الطفل اختيار جيد، وغادي نرجع عليه في المداخلة ديالي. دار النشر لو مانيفيست الشعار ديالها هي اقرأ واكتب بكل حرية. من الشعار ديالنا كتبان بأنه القراءة والكتابة بالنسبة لنا شيء مهم، والحرية ديال القراءة والكتابة أهم من أي شيء. نحن فخورون بالطبع بالعمل من أجل تشجيع القراءة والكتابة، وبالخصوص مع نادي القراءة والكتابة المخصصة لأدب الأطفال والشباب. فيما يخص السؤال ديالكم، متى تأسس دار النشر لو مانيفيست؟ تأسس دار النشر لو مانيفيست في أواخر 2018، يلا عامين عندها، مازال ما سالش عامين، بمبادرة من الأستاذة لطيفة أومنيل، بعد دراسة للمشروع دام تقريبا 6 أشهر أو أكثر. لا أخفي عليكم أننا في بداية دراسة المشروع فكرنا في التخلي عنه لعدة أسباب أذكر منها على الخصوص: الأرقام الصادمة فيما يخص القراءة في المغرب، وكما تعلمون الأرقام هذه الأرقام هي كالتالي: كل مغربي يخصص 10 دقائق في اليوم للقراءة، 10 دقائق في اليوم. إذا ما قارناه بأن أكثر من 88% من المغاربة يمرون 88 ثلاثة السوايع 21 دقيقة في الإنترنت في الفيسبوك وفي سميتو، وتخسروا 10 دقائق في القراءة. الميزانية المخصصة للكتاب عندنا كمغاربة هي درهم في السنة، درهم 20 ريال في السنة. عدد المكتبات في المغرب لا يتعدى 750 مكتبة عمومية، أي مكتبة لكل 43 ألف مواطن مغربي. هذه الأرقام صادمة، وزيد على هذا بأن 99% من المؤسسات التعليمية اللي هي مخصصة للتعليم والتربية لها مكتبات، 99% فقط عندها مكتبات تحتوي على أقل من 500 كتاب عندها. 63% من المؤسسات التعليمية لا تحتوي على مكتبات مدرسية. هذه أرقام مخيفة وصادمة، جعلتنا في الأول نقولوا علاش غادي نديروا دار النشر؟ ما يمكنش نديروا دار النشر في هذا الواقع وفي هذه الأرقام المخيفة. رغم ذلك ما رجعناش للوراء، ومباشرة بعد المعرض الدولي للكتاب سنة 2018 والنقاشات التي دارت بيننا وبين بعض المثقفين وفاعلين ثقافيين من دور النشر وكتاب وروائيين،
قررنا أن نستمر في دراسة المشروع مع أخذ بعين الاعتبار تجارب دول عربية وإفريقية في مجال دار النشر الرقمية، لأن دار النشر الرقمية في المغرب جديدة، مشروع جديد، وما عندناش كتب رقمية بحال الدول الإفريقية والعربية إلى حدود الساعة. إذن الدراسة ديال المشروع انطلقت بنظرة جديدة وارتكزت على عدة مؤشرات، نذكر منها مؤشرين أساسيين. الأول هو طورة الاتصالات وتقنيات المعلومات المعلوماتيات في المغرب، بحيث بأن كل الدراسات اللي تدارت من 2010 إلى حدود 2020 أكدت بأن هناك تطور في أو غزو، كاع نقدر نقول غزو، الأجهزة المتصلة بالإنترنت من هواتف ذكية وحواسيب ولوائح المجتمع المغربي، وتشجيع استعمالها سواء من طرف المؤسسات التعليمية أو من طرف الدولة في كل المجالات. وهذا الغزو يشمل كل الفئات العمرية، حيث بلغ عدد المشاركين في الانترنت الى حدود شتنبير 2020 ما يقارب 26 مليون مغربي، وهذا العدد ضخم. ومدة التصفح ديال الانترنت على الجوال مثلا تبلغ 3 ساعات و31 دقيقة في اليوم، هذا ما يخص عموم المغاربة. اما فيما يخص الاطفال فكدت الدراسات الأخيرة بأن 88% من المغاربة، من الأطفال المغاربة، يبحرون يوميا في الأنترنت، فهما يوميا في الأنترنت. هذا المؤشر الأول اللي شجعنا. المؤشر الثاني هو تطور الاقتصاد الرقمي في المغرب، بحيث تنشوفوا منذ عدة سنوات، هذه 50 الأخرانية و60 الأخرانية، بأنه البيع والشراء من الانترنت اكثر بزاف، وحنا المغاربه ولينا كنشريو من الانترنت. غير هذه المده ديال الحجر الصحي، الا شفتي شحال من سيت انترنت من تطور في هذه المده، هذه راه يعد بالمئات. اذا بعد هذه المؤشرات الايجابيه طرحنا واحد السؤال: كيفاش يمكن جلب ولو 1% من 23 مليون مغربي اللي في الانترنت للاهتمام بالقراءه والكتابة، ولو 1%؟ حنا بغينا أكثر، ولكن إذا وصلنا غير في السنوات المقبلة 1%، فهذا رقم بالنسبة لنا مشجع. بالتوازي مع هذه الأرقام والمؤشرات اللي درسناها، شفنا دول القريبة لنا بزاف جدا بحال إفريقية أو عربية، عندها ثقافة رقمية متطورة وعندها دور نشر مختصة بالكتاب الرقمي كثيرة. غادي ناخذ جوج الامثله قريبين لنا. غادي ناخذ الجره السنغال الجنوب، اللي الا درنا واحد المقارنه في عدد الناس اللي في الانترنت يوميا هو قليل جدا بالنسبه للمغرب، ما يقارب 50% بالنسبه لنا احنا المغاربه، وقل من 50% اللي في الانترنت يوميا، في الانترنت اللي عندهم الانترنت وعندهم الحاسوب والجوال والى اخره. في السنغال أول دار النشر الرقمية تأسست في 2006، وتعتبر من أهم دور النشر الرقمية في إفريقيا، وحنا شركاء مع هاد دار النشر اللي كتسمى نوفيل إيديسيون نيميريك أفريكان، عندها مكتبة هامة وعندها عدد كثير من الكتب الرقمية. عربيا غادي نشوفوا غير الجزائر وتونس اللي حدانا. الجزائر عندما يقارب من 4 دور النشر الرقمية، تونس 2 إلى 3 دور النشر رقمية. خلاصة القول، بعد هذه الدراسة، دراسة هذه المؤشرات ودراسة مادية بطبيعة الحال المشروع، والأمل اللي عندنا باش الاهتمام ديالنا يرجع للقراءة كما كان في السبعينات وفي الثمانينات، قررنا نخوضوا هذه المغامرة الثقافية لأنها مغامرة، وتوكلنا على الله وبدينا العمل في بداية 2019. الحمد لله أن بالرغم من المؤشرات السلبية يعني التي عددتها في البداية وكانت ربما ستشكل عائقا أمام تأسيسكم لدار النشر، إلا أنه بالرجوع إلى المؤشرين المهمين الإيجابيين اللذين
تحدثت عنهما، سواء ما يتعلق بثورة الاتصالات والمعلومية في المغرب، أو كذلك تطور الاقتصاد الرقمي أو انتشار المعرفة الرقمية، كان حافزا أنكم أسستم دار النشر لومانيفيست سنة 2018. هل لك أن تحدثنا أو تقربنا بعجالة من الأهداف التي رسمتها دار النشر يعني انطلاقا من سنة 2018، بالرغم أن هذه البيئة التي تحدثت عنها، قلة القراءة، العزوف عن القراءة، ربما الميزانية التي يخصصها المغاربة للقراءة هي ضئيلة جدا، إن لم نقل شبه مغيبة، فما هي الأهداف التي رسمتها دار النشر لومانيفيست من أجل ربما إزاحة شبح العزوف عن القراءة وربما إعادة القراءة إلى بيئتها الطبيعية؟ شكراً. هذا السؤال هذا مهم، لأنه ماشي غير تخلق دار النشر وتقول وتتوكل على الله، معلوم خصنا نتوكل على الله، هذا هو طبيعة الحال، ولكن خصنا نتوكل على الله وخصنا نديروا الأهداف، والأهداف خصنا تأخذ بعين الاعتبار كاع هادشي اللي قلنا، هاد الأرقام المخيفة، ولكن الأمل اللي جاي، الأمل هي المؤشرات الجيدة اللي ذكرنا عليها فيما يخص تطور ديال الانترنت والاو كوميرس. بغيت قبل ما نقول الاهداف عندي واحد الملاحظه صغيره. حنا كنعملوا بان الكتاب الورقي سيبقى دار رمزي، غادي تبقى عنده الرمزيه العاليه ديالو والجمهور ديالو الواسع، لانه كيحمل دلاله تاريخيه. ما نقدروش نجيو اليوم غدا ونقولوا غادي نعيدوا الكتاب الورقي ونقولوا بانه الكتاب الرقمي هو هذيك العصا السحريه اللي غادي تحل المشكل او المعضله ديال القراءه في المغرب. لا لا، نقول بانه الكتاب الورقي غادي يبقى هو عنده الدلاله التاريخيه وعنده وغادي يبقى بغينا ولا كرهنا. ولكن تنقولوا بانه الكتاب الرقمي عند مشكلين أساسيين في المغرب. أولاً التوزيع، لأن الكتاب الرقمي إلى خرجتي من الدار البيضاء مراكش أكادير وبعض المدن طنجة ما تلقاش في مدن أخرى وفي قرى أخرى. اللي عندهم الناس عندهم الأنترنت، عندهم تيولجوا للأنترنت، تيولجوا للمواقع الإلكترونية. هذا من جهة. ومن جهة ثانية الفرق بين الكتاب الرقمي والكتاب الورقي هي بأنه الكتاب الرقمي تبقى في الموقع ديالو، في الموقع فاش كيتباع عدة سنوات، ما كيتخبر، ما كيتقطع، ما والو، وكيتسنى وتاخذ الوقت ديالو الكافي للعثور على القراء، وكيهجم عليهم، تيدخل لديورهم. علاش؟ ملي كتحل تدير بحث في جوجل ولا في شي موقع ديال البحث اخر على كتاب ولا على شي حاجه، تعطيك الكتب اللي كتحدث على هذا الموضوع هذا، والكتب الرقميه والكتب الورقيه، دونك تاخذ الوقت ديالو باش يلقى القراء. احنا الاهداف اللي رسمناها، الهدف الاول والاساسي هو العمل مع نوادي القراءه في المغرب. هذا قلنا بانه اول حاجه غادي نديروها هي ربط شراكات مع نوادي القراءه، ودرنا شراكات مع بعض نوادي القراءة في الدار البيضاء، وتنفتخروا بالشراكة اللي معنا مع نوادي القراءة في تطوان، لأن في الحقيقة أعطت واحد الدفعة كبيرة للعمل ديالنا. كذلك سعداء جدا بالتعاون معكم. شكرا. لأن الأهداف ديالنا قلنا عندنا مشكل ديال المغاربة ما تخصوش بزاف ديال الميزانية للكتب. في السيت ديالنا، في الموقع ديالنا، درنا ما يقرب من 1000 كتاب مجاني للقراءة، كتب عربية وكتب أجنبية. إذن باش نشجعوا القراءة، ها كتب مجانية باش تقرأ، اللي بغى يقرأ ها هما ومجانا. خدمنا تاني على المسألة الثانية، هي نشر كتب رقمية مغربية 100%. إلى حدود 9 وصلنا 3 الكتب في الأسابيع المقبلة، غادي ننشروا 10 الكتب رقمية وبأثمنة رمزي ما غالياش. بغينا نهبطوا، إلا كان المتوسط ديال الكتاب في المغرب تيسوى 65 درهم، حنا بغينا نبدا نبيعوا الكتب ب 50 و 40 درهم 30 درهم.
الرقمية في المكتبة الرقمية ديالنا وبثمن بسيط جدا. في انتظار باش تكون عندنا مكتبة رقمية أجلنا قلنا باش نتعلموا باش كنتعلموا في هذا الميدان ديروا شراكات مع مكتبات رقمية عالمية. درنا ثلاثة شراكات مع مكتبات رقمية عالمية اللي فيها كتب عربية مهمة وكان كان كنحطوها للقارئ المغربي بثمن ما كيتعداش درهم في النهار لآلاف الكتب والمجلات باش يتصفحها في الحاسوب ديالو ولا في التليفون ديالو. إذا خدمنا على ثلاثة الجوانب وهي بالنسبة لنا متكاملة باش نجلبوا باش نشجعوا القراءة عند المغاربة عند مواطنين ديالنا. نعم هي أهداف نبيلة، هدفها الأساس دائما الرقي بالثقافة وتقريب الكتاب من القارئ، ما دام أنكم خصصتم تقريبا 1000 كتاب مجاني في موقعكم الإلكتروني، كذلك التكلفة الرمزية لقراءة الكتب الموجودة في المنصات العالمية تقريبا درهم في اليوم، يعني ثمن رمزي غير كبير، ثم كذلك الشراكة مع نوادي القراءة بالمغرب والانفتاح عليها، كذلك هدف نبيل يسعى أو طبيعة الحال سيحقق دون شك وسيعطي دفعة كبيرة للثقافة بالمغرب. نعود للموضوع الذي خصصناه اليوم للحديث عنه وهو الثقافة الإلكترونية. كما يعلم الجميع على أن الطفل اليوم لم تعد يعني الأطراف المتدخلة في بناء ثقافته وتنشئته الاجتماعية لم تعد أطراف محدودة أسرة ثم مجتمع ثم مدرسة، وإنما أصبحت هنالك يعني قنوات جديدة للتنشئة الاجتماعية ربما من أبرزها المجال الإلكتروني. فنحن اليوم سنتحدث عن الثقافة الإلكترونية لن نتحدث عنها بشكل عام وإنما تأثيراتها على الجانب المرتبط بالتنشئة الاجتماعية. فأستاذ عبد المنعم، هل يمكنك أن تقربنا أو تعطينا لمحة حول المقصود بالثقافة الإلكترونية بشكل عام؟ شكرا سعد الغفور، هذا سؤال صعيب شوية لأن باش نحددوا الثقافة الإلكترونية أو الثقافة الرقمية أو الثقافة المفتوحة صعيب لأن لسببين. السبب الأول هو أن هذه الثقافة لا يتعدى عمرها 10 سنوات أو 15 سنة. باش نحدد واحد المفهوم ديال واحد الثقافة اللي يلاه صغيرة مازال ما وصلتش ما بلغتش المجتمعي من صعيب تحت العلوم السياسية اللي كتعرف كما تتعرف راه تحديد المفاهيم تطلب واحد الوقت بزاف باش تكون عندها واحد على الاقل واحد 30 سنة ولا 20 سنة ولا اكثر باش يمكن نحدوها. ولكن غادي نحاولوا نديروا مفهوم ديالها بشكل بسيط. يمكن نحدوا الثقافة الإلكترونية أو الرقمية هي الثقافة الوافدة علينا من خلال الحواسيب والانترنت وكل ما يتصل بالعالم المادي. يمكن هذا هو اسميته. بغيت نشير لواحد النقطه اخرى، الاجهزه المتصله في الغزو ديال الاجهزه المتصله بالانترنت في المجتمع المغربي وتشجيع استعمالها كما قلت لدى كل الفئات وخلق مجتمعات افتراضيه ادى الى تطوير ثقافه افتراضيه. ولكن الثقافة الافتراضية هي ماشي هي الثقافة الإلكترونية، والثقافة الافتراضية مختلفة عن ثقافة أجدادنا، ماشي بحال الثقافة خدش إلى جعلنا الثقافة الأجدادية هي الحكي، هي الثقافة الشفهية، هي قبل ما نوصل للثقافة الكتابية. إذن الثقافة الافتراضية هي يمكن اللي غادي تكوننا نفهم ديال الثقافة الرقمية في السنوات المقبلة. وغادي نشير لنا علاش مهمة الثقافة الإلكترونية. غادي تسمحوا لي غادي نشير واحد القوله قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال لك عمر بن الخطاب: لا تعلموا اولادكم عادتكم فهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. الاولاد ديالنا والاطفال ديالنا مخلوقين في هذا الزمان ديال الثقافه الافتراضيه. اذا خصنا نفهموا هذه الثقافه الافتراضيه نطوروها باش تعمل لتربية هذا الطفل
والتربيه ديالو الحسنه ليكون في خدمه المجتمع. نعم، هو بالفعل الأستاذ سامي عبد المنعم، على أن المجامع ربما المتخصصة في تعريف وتحديد المفاهيم يعني احتارت في تعريف الثقافة بحد ذاتها كمفردة مجردة من أي كلمة أخرى لصيقة بها، فما بالك أن تعرف ربما ثقافة جديدة دخيلة تسمى الثقافة الإلكترونية. بشكل عام يمكن القول بأن الثقافة الإلكترونية هي تلك الثقافة التي توظف شبكة الحاسوب في نشر المعرفة العلمية بمختلف أوجهها. دعنا ننتقل معك إلى مجال آخر هو له ارتباط بالثقافة الإلكترونية. كما تعرف على أن كما قلنا الثقافة الإلكترونية هي يعني واحد المفهوم واسع جدا ويستوعب أنواع أو ضروب معينة من الثقافة، فهل يمكنك أن تعطينا أو ربما باعتبارك متخصص في المجال الكتبي أو في المجال الثقافي بشكل عام أن يعني تحيل المتابعين نادي القراءة بالمركز السوسي الثقافي بتطوان ربما على بعض المصادر الثقافة الإلكترونية، ما دام أن تلك الثقافة ثقافة غنية وثقافة متعددة الروابط؟ هناك عدة مصادر للثقافة الرقمية. نعم. مدفوعات الثمن وكاين المجانية كما تعرف. وأنا غادي نحاول الهدف ديالنا هو تطوير الثقافة، أنا سأذكر المجانية فقط. نعم. هناك عدة مصادر. أذكر مثلا مكتبة اليونسكو الإلكترونية العالمية. هذه المكتبة هذه تحتوي على ملايين الكتب المجانية والمخطوطات والخرائط والأفلام والتسجيلات الصوتية والمطبوعات والصور النادرة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية وجميع اللغات تقريبا. وهذا المشروع ساهمت فيه 32 مؤسسة، ومشروع كبير ومشروع مهم، وانا كنشجع الناس يمشيو يشوفوا مكتبه اليونسكو العالميه لان مكتبه غنيه جدا. كاين المكتبه الوطنيه للمملكه المغربيه، هي كتوفر عده مصادر جد مهمه. كاين المكتبه الرقميه العالميه، هي مجانيه. مكتبه الاسكندريه، المكتبه الرقميه العالميه للطفل، هي مشروع ديال اليونسكو، مشروع ديال لي مكتبة مهمة جدا وتتحتوي على عدة كتب. وكاين مكتبة الإسكندرية لكتب الأطفال، وكاين طبيعة الحال المكتبة الفرنسية لا بيبليوتيك ناسيونال دو فرانس وغاليكا، اللي هي واحد البنك معلوماتي باللغة العربية والفرنسية مهم جدا. كنلقاو فيه مثلا واحد النسخة قديمة ديال ألف ليلة وليلة ديال جميع الكتب التراثية العربية وبالمجان اللي نقدروا نحملوهم مجانا في الهاتف المحمول ديالنا او في الاورديناتور او في الحاسوب او في اللوحات الالكترونية. مكتبات صراحة جد قيمة. كثير من الأحيان يبقى الشخص ربما على الانترنت لساعات كثيرة جدا، ربما يشاهد أشياء لا تفيد في تنمية العقل في تنمية الثقافة، فمن شأن الاطلاع أو الولوج إلى هذه المكتبات سواء ما تعلق منها بمكتبة الطفل العالمية أو مكتبة الإسكندرية كذلك سواء مخصصة للأطفال أو كذلك أو مكتبة اليونسكو أو المكتبة الوطنية المغربية أو كذلك المكتبة الوطنية الفرنسية، فهذه المصادر من شأن الشخص الذي يلجها أن يبني ثقافته وأن يكون معرفة علمية رصينة تؤهله لأن يكون شخصا ذو ثقافة عالية جدا. كما تعرف على أنه الانفتاح على العالم التكنولوجي وعلى المواد التكنولوجية الرقمية سواء كانت يعني مدفوعة أو كانت مجانية أكيد سيخلف آثار سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية، وربما أنت يعني أنا أطرحت لك في الحديث قبل قليل على بعض الجوانب الإيجابية التي من شأنها يعني حسن استغلال الوقت واختيار المحتوى المناسب أن يحقق معرفة معينة، لكن هل يمكنك أن تضعنا في صورة أكثر حول أوجه الثقافة أو الجوانب الثقافة الإلكترونية؟ لأن الجانب
الورقي مقارنة مع الجانب الورقي، لأن الكتاب الذي يصلنا يكون قد خضع للرقابة القبلية، سواء من دور النشر، سواء ربما من الجهات الحكومية المكلفة بذلك، فيما أن المجال المعلوماتي هو مجال واسع، يعني تختفي فيه الضوابط، يعني كل شخص يمكنه أن ينشر ما شاء، يمكنه أن يعني يكتب ما شاء ويصل لأكثر نسبة مقارنة مع الكتاب الورقي. فهل لك أن تقربنا من هذه الإيجابيات والسلبيات يعني التي تمتاز بها الثقافة الإلكترونية؟ شكرا. أنا غادي نعاود لك واحد، نعاود للمتتبعين الكرام واحد حدوته صغيرة. كنا احنا من واحد المنطقة في الجنوب، ماشي الجنوب في الصحراء ولكن الجنوب المغربي، نهار وصلت التلفزيون لعندنا الباديه البلاد، واحد الفقيه سول واحد العالم عندنا لما نذكر الاسم ديالو رحمه الله، الحاج واش التلفزيون حرام؟ خاص يبين لنا فيها شي حوايج ما مزيانينش. قال لي التلفزيون بحال حليت الشرجم ديالك، لا حليت الشرجم كتطلو من الزنقه، كتشوف الحوايج اللي كيعجبوك تشوف الحوايج اللي ما كيعجبوكش، الا شي حاجه اللي ما عجبتك سد الشرجم وتخلى دارك. هذا سهل، هذا باش ندخل الجواب على السؤال ديالك. العالم الافتراضي فيه كل شيء نقدروا، وهذا واحد الجانب غادي نتذكروا عليه ربما في اللقاء، نقدروا نلقاو فيه اللي عجبنا ونقدروا من اللي ما عجبناش، ولكن ده هو المشكل ديال هذا الميادين المفتوحه، تنشوفوا فيها اللي عجبنا وتنشوفوا ما عجبناش، وهذا التربيه هي الاساسيه اللي تقدر تقولنا نمشيو للمسائل اللي تقدر تغذي العقل ديالنا ونخليو المسائل. نعم عطفا على السؤال، إذا بغينا تفضل أكمل. إذا بغينا نذكروا بعض الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية، لأن كما قلنا قبيلة العمر ديال هذا الميدان الثقافي الجديد اللي تعدى 20 سنة وما نقدرش نحكموا عليه وما نقدرش نوصل عليه، ولكن نقدر في الجوانب الإيجابية كاين نقدر نذكروا ثلاثة المسائل أساسية. أولا تطوير المعرفة بحيث تمكننا الثقافة الإلكترونية بإنشاء مكتبة في كل بيت وفي كل قرية أو مدينة. من عندي في الحاسوب ديالي ولا في الهاتف ديالي نقدر نشأ مكتبة وندير فيها الكتب اللي بغيت أو الأبحاث اللي بغيت أو الأبحاث اللي كتعمني ونقدر نرجع لها في أي وقت. تنويع المعارف، يمكن ندوزو من ميدان لميدان وبأي لغة، من اللغة العربية، اللغة الإسبانية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، ونطوروا هذا التنويع المعارف. تطوير ثقافة الأفراد وتوسيع مداركهم، يمكن احنا يمكن إذا تذكروا على الجوانب السلبية يمكن تنسوا بأنه واخا دخل واحد الانترنت وشاف ديال ودخل ما بغيتش نذكر الأسماء في بعض المواقع ديال التواصل 10 سوايع تيفهم شي حوايج وتيتعلم شي حوايج بغا بشكل بغا ولا ما بغاش. الا بغينا نقولوا بهذا السمي الجوانب السلبيه، كاين انا بالنسبه لي كيبان جوج اللي مهمين، هي عندنا القراءه المشتته في الانترنت، تنتجو من موضوع ومن كتاب لكتاب بلا ما تنكونوا مشتتين، ماشي بحال الكتاب الورقي تندير واحد البحث في واحد الميدان عندي جوج كتب، أنا تنكونوا مشتتين وتندوزوا في البحث وتندوزوا أكثر من الوقت اللي خصنا ندوزوا، عاود باش ندوزوا ساعة مع بزاف ديال المواقع تنتشتتوا تنوليو تنزلوا من هنا لهنا لهنا وتضيعوا الوقت وما كان. وكاين واحد الجانب سلبي اللي نقدروا نسميوه جانب سلبي ولا ماشي سلبي، هي ازدياد التبعية الفكرية، لأننا عندنا واحد التخلف ثقافي سواء في الثقافة الورقية أو الثقافة الإلكترونية. نحن تابعين فكريا لجهة معينة لأن مازال ما طورناش
كما في القرون الماضيه اللي كان ابن خلدون ابن زيدون المفكرين ديال المغرب ولا غير في السبعينات اللي كانوا مفكرين كبار عندنا في المغرب مازال ما كناش واحد الثقافه اللي قدر تكون ثقافه بحد ذاتها ثقافه اللي تقدر تدافع على الموروث الثقافي ديالنا مازال تابعين فكريا وهذا والثقافه الالكترونيه كتزيد التبعيه الفكريه ولو بانه ماشي جانب في جميع الجوانب الايجابيه يعني الجوانب يعني الإيجابية كثيرة والجوانب كذلك السلبية عديدة لكن من شأن أن الشخص يهتم بالجوانب الأكثر ربما إيجابية بإمكانه أن يطور من نفسه ما دام أنك ذكرت مجموعة من الجوانب الإيجابية مثل تطوير المعرفة تنويع المعارف كذلك تطوير ثقافة الأفراد وتوسيع مداركهم العلمية كلها يعني جوانب إيجابية من شأن الشخص الذي يبحث عن المعرفة الإيجابية وحسن استغلال الإنترنت أن يحقق كل هذه الجوانب. ربما سؤال له ارتباط بهذا السؤال السابق الذي كنا نتحدث عنه وهو كيف يمكن للآباء وللأمهات ما دمنا أننا تحدثنا على مصادر أخرى للتنشئة الاجتماعية في إطار الثقافة الإلكترونية هل يمكن ربما إعطاء بعض التوجيهات البسيطة للآباء لربما البحث عن أفضل مصادر لتنشئة وتربية أبنائهم في الجانب المرتبط بالثقافة؟ باش نقول لك صراحة لست في موقع يسمح لي بإعطاء نصائح أو إرشادات لكن اللي كنقول وأطلب من الآباء هذا طلب أن يراقبوا أبنائهم باستمرار للتأكد من المواقع التي يلجأونها عبر الإنترنت هذه من جهة ومن جهة أخرى تشجيعهم على القراءة والبحث لكن علاش طلب هذا لأن الإحصائيات المغربية جديدة اللي تدرت تتأكد بأن 60% من الآباء لا يراقبون أبنائهم وما يتداولونه عبر الإنترنت. فالآن في هذا العصر تربية الطفل ما بقاش تقتصر على الأسرة والمؤسسة التعليمية فقط ولكن التكنولوجيا الحديثة وما أنتجته من أجهزة ومن أنظمة أصبح نصيبها تربية ديال الطفل هو النصيب الأوفر. نعم. طلبي هو أن يراقبوا أن نراقب أبناءنا باستمرار نشوفوا فين تيدخلوا ونشجعوهم باش يدخلوا للمواقع اللي ممكن يتقفوا فيها اللي ممكن يطوروا المعرفة ديالهم ويتعرفوا على حوايج جداد وعلى الحوايج اللي قدرت تنفعهم في المستقبل. نعم على الآباء أن يحسنوا مراقبة واستغلال أطفالهم لأن من شأن ربما إطلاق العنان للأطفال تبحر في المجال الإلكتروني أن ربما يؤثر عليهم سلبيا أو أن يستغلوا الجانب السلبي أكثر من الجانب الإيجابي من هذا المنبر كما قلت أننا نوجه يعني رسالة للآباء وللأمهات أن يكونوا دائما إلى جانب أولادهم أثناء تصفح الإنترنت وأن ربما أن يوجههم هم أنفسهم إلى منابع المعرفة الجيدة. شكرا لك سي عبد المنعم على هذا اللقاء وسعدت كثيرا ب يعني مناقشتك ومحاورتك كذلك. فكلمة أخيرة لمتابعي نادي القراءة بالمركز الثقافي لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. تنشكرك بزاف وكنشكر الإخوان في نادي القراءة وفي المركز الثقافي والمبادرة ديال نادي القراءة حول مسابقة أدب الطفل مبادرة شجاعة وقيمة شجاعة لأن أدب الطفل خليناه هذه سنوات كما تقول السي العربي خليناه لبعد الناس اللي كيبيعوا اللي كينتجوا شي انتاجات اللي ما تتشجعش القراءه الطفل والتوعيه ديالو وخصوصا هاد المسابقه هذه تحمل اسم الاديب المغربي الكبير اغنى المكتبه المغربيه والعربيه بانتاجات رفيعه
قيمة اللي هو الأستاذ العربي بن جلون الذي أحييه من هذا المنبر. وأتمنى أن تكون هذه المبادرة لبنى الأولى لإعادة إنتاج أدب الطفل. فالكتابة للطفل كما يقول الأستاذ العربي بن جلون يجب أن تراعي شخصية الطفل، وأن التواصل مع الأطفال رسما وكتابة وغناء وتمثيلا يفرض التمكن من خصائص الطفل والأطوار التي يمر منها. تشكركم، وهذا الشراكة بيننا إن شاء الله كانت من التطور وتعطي واحد نفس جديد سواء لأدب الطفل أو لأدب الشباب الثقافة عامة. وشكرا للمتتبعين ديالكم، وشكرا لكم شكرا لك سي عبد المنعم مجددا، وشكرا كذلك لدار النشر لومانيفيست بالدار البيضاء على إسهاماتها القيمة في مختلف المشاريع التي ننظمها. وخلاصة الحديث، ربما الثقافة الإلكترونية هي ثقافة ضرورية، وعلى الجميع أن يلجأ هذا المضمار ما دام أن المستقبل هو مستقبل الثقافة، لأن كل من لا يدري أو لا يفقه بالأساليب الإلكترونية يكون قد يعتبر أميا في هذا العصر. شكرا لك سي عبد المنعم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. إلى اللقاء، شكرا.